فكما تحتل الصهاينة. كمال شتيلة المناضل البيروتي حامل لواء العروبة وفلسطين. تحتل فلسطين قلوبنا وعقولنا وأفئدتنا حتى التحرير والاستقلال. هو الذي بدأ مسيرته بخوض معركة معادلة الشهادات الطلابية، كاسراً الاحتكار التعليمي ما سمح بدخول أكثر من 7000 طالب الجامعة اللبنانية. في عام 65 أسس شاتيلة واحداً من أوائل التنظيمات الناصرية في لبنان تحت مسمى اتحاد قوى الشعب العامل، رافعاً لواء القومية العربية، لواء جمال عبد الناصر الذي عشقه كمال شاتيلة. لقد قال جمال عبد الناصر يوما إن القومية العربية كانت قبل جمال عبد الناصر وستبقى القومية العربية بعد جمال عبد الناصر. خلاف شتيلة مع الراحل كمال جنبلاط دفعه إلى المشاركة بتأسيس وترأس جبهة الأحزاب والقوى القومية والوطنية في لبنان عام 76 لمواجهة من يناهض سوريا ووجودها في لبنان. في عام 80 أسس الراحل المؤتمر الشعبي اللبناني، كما عمل لإنشاء هيئات صحية واتحادات شبابية ووطنية ونسائية، إضافة إلى مؤسسات إعلامية عدة برابط واحد أساسي يجمعها: العروبة وفلسطين. تحية إلى روح باسل الأعرج وإلى أرواح شهداء فلسطين وشهداء الوحدة العربية وشهداء المقاومة في فلسطين ولبنان. 79 عاما قضاها كمال شاتيلة يقاتل من أجل قضايا الأمة من قلب بيروت إلى القاهرة، حاملا فلسطين في قلبه أينما حل. أبطال القدس وفلسطين الذين لم يأبهوا لا لتواطؤ